السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والعرب يعبدون 360 صنماً. فقال كفار قريش: يا محمد صف لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فانزل الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة (وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض) لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله العظيم. طلب المشركون آية واحدة فأعطاهم الله عشر عشر آيات بينات لا تكفيها الموسوعات ولا المجلدات. بل يمكن للإنسان أن يستفيد في آية واحدة عمره كله ولا يعطيها حقها إن في خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وفي إتقانها وإحكامها وما جعل الله فيها من شمس وقمر ونجوم لمصالح العباد وخلق الله عز وجل السماوات سبعا على صورة طبقات بعضها فوق بعض وبلا عمد وكان الشياطين يسترقون السمع فزين الله عز وجل السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين ومن دون النجوم ما كان المسافرون في البر والبحر يهتدون ولا بد من بان لكل بناء فما بالك بخالق السماء ولأنك من الأصدقاء الأوفياء فقد ربحت رحلة إلى الفضاء فهيا بنا لنتدبر في السماء وانظر إلى الأرض جيدا وأنت تفارقها لتعلم حجمها ومدى ضآلتها وكوكب الأرض كوكب وسط في المجموعة الشمسية ولو عاوز تعرف حجم الأرض الحقيقي إليك هذه المعلومات قطر الشمس يعادل قطر الأرض 110 مرة وحجم الشمس قد حجم الأرض مليون و ألف مرة وعلماء الفضاء جميعا حتى الآن لم يستطيعوا الخروج من المجموعة الشمسية ولكننا بإذن الله سنخرج خارج المجموعة الشمسية لننظر إلى الأرض من مجرة ضرب التبانة والآن نحن خارج المجموعة الشمسية وفي مجرة درب التبانة. وبها مليارات النجوم والكواكب. وللتجول في مجرة درب التبانة نحتاج إلى 150 ألف سنة ضوئية. وخلي بالك من الرادار لأن في السنة الضوئية حضرتك ماشي على سرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. وخلونا دلوقتي ننطلق ونفتح الرابع ونخرج بره مجرة درب التبانة. سوف تجد في الكون مليارات المجرات مثل مجرة درب التبانة. وعلشان تتجول في هذا الكون تحتاج الى 6 مليون سنه ضوئيه بسرعه الضوء اللي هي 300 الف كيلومتر في الثانيه ودعونا الان نعود مره اخرى الى الارض لنتامل فيها وفي خلقها في جبالها وسهولها وفي بحارها وانهارها فجعل الله الارض لنا نهادا ليسهل الانتفاع بها والقرار عليها وجعل لنا الجبال أوتادا فتستقر الأرض بسبب كثرة الزلازل والبراكين ورغم أن مادة الأرض واحدة وهي التراب إلا أننا نجد أن هناك أرض بور لا تنبت وأرض أخرى تنتج وكل أرض لها ثمرات ومحاصيل خاصة بها وهي الله عز وجل لنا الأرض قبل أن نخلق لتصبح صالحة للحياة ولماذا أتى الله عز وجل بالأرض مفردة وبالسماوات جمع وذلك لأن المقصود بالأرض هو جنس الأرض لأن الأراضين سبع أليس في خلق السماوات والأرض دليل على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه وحده للعبادة؟ بلى فلماذا لا تؤمن؟ أليس خلق السماوات والأرض أكبر عند الله من خلق الإنسان؟ لأن الناس خلقوا من الأرض وعليها يعيشون؟ فإن كنت ما زلت في شك من أمرك فإليك الآية الثانية: واختلاف الليل والنهار، والليل هو الظلام، والنهار هو الضياء، وكلاهما يعقو بعضه بعضا، وجعل الله عز وجل الليل لباسا للسكن والراحة والهدوء، وجعل النهار معاشا لطلب الرزق والحياة. وينشأ عن اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر وفي الحر والبرد فصول السنة الأربعة. وانظر معي إلى البحار والمحيطات وما بها من الفلك من السفن العظيمة والحاويات الضخمة التي تجري على سطح الماء يمينا ويسارا. والماء مخلوق عجيب وبه حياة جميع المخلوقات ولولا الانسيابية وسريان الماء لما استطاعت تلك الفلك الجريان على سطح الماء. فتحمل الفلك الركاب. والاموال والبضائع وما ينفع الناس. وتاتي الفلك في القران الكريم للتعبير عن صيغه المفرد وصيغه الجمع، صيغه المفرد كما في قوله تعالى: واصنع الفلك باعيننا، وصيغه الجمع كما في الايه الكريمه. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها. فيشرب الانسان والحيوان وتتحلى الارض القاحله باللون الاخضر النضر الجميل. وكما أحيا الله عز وجل الأرض بعد موتها فهو قادر أن يحيي الموتى ويجازيهم على أعمالهم. وبنزول الأمطار من السماء تزدهر الحياة على سطح الأرض ويعيش الإنسان والحيوان في رفاهية وسعادة. فالماء هو سر الحياة ولا تقوم الحياة إلا بالماء. وكما أن الماء أحيا الأرض الميتة فإن آيات القرآن الكريم تحيي قلوب المؤمنين. وبث فيها من كل دابة ونشر وبسط فيها من كل أنواع الدواب. فمنها يأكلون اللحوم ويشربون الألبان ويركبون ظهورها ويحملون عليها أمتعتهم وكل دابة من هذه الدواب في خلقها آجاز يدل على وحدانية الله عز وجل وتصريف الرياح باردة وحارة لطيفة ومثيرة للغبار شمالا وجنوبا شرقا وغربا ورغم أن الرياح لا تمسك ولا ترى إلا أنها في غاية القوة فتقلع الأشجار وتخرب الديار قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اعظم جنود الله الريح والماء، واحذر ان تكون ممن هلكوا بريح العذاب كقوم عاد والاحزاب، والسحاب المسخر بين السماء والارض فهو معلق بين السماء والارض لا يسقط ولا يصعد، وسمي السحاب سحابا لانه يسحب حيث يشاء الله، وكلما تدبر العاقل في هذه الايات تيقن ان لهذا الكون خالق ومدبر ومصرف هو الله عز وجل ولا معبود بحق الا اياه اما الذين لا يعقلون وان كانوا من العلماء واهل التخصص فان تلك الايات لا تنفعهم ولا تفيدهم فان هذه الايه الكريمه توصل كل انسان عاقل غير منحاز لعقيده فاسده او فكر ضال او مذهب الى الحقيقه المجرده وهي ان الله عز وجل هو الخالق والمدبر والمتصرف في هذا الكون وانه وحده هو من يستحق ان يعبد وان يطاع وصدق الشاعر حين قال وفي كل شيء له ايه تدل على انه هو الواحد جزاكم الله خيرا